السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 1، أهلا بكم. النهاردة هنشتغل مع بعض تشابتر 4 في منهج الجيومتري. احنا خلصنا طبعا تشابتر 3 وكان بيتكلم على السيميلاريتي. تشابتر 4 أخف شوية طبعا من السيميلاريتي، أنا عارف إن أنتوا زهقتوا من السيميلاريتي، خدنا دروس كتيرة جدا مش أفكار كتيرة وبس، لا خدنا أكتر من درس في التشابتر اللي فات. التشابتر ده بيتكلم على حاجة أسهل بكتير جدا، بيتكلم على البروبورشناليتي. هناخد حاجة النهاردة اسمها الـ Parallel Lines and Proportional Parts. ركز بقى معايا، ده بداية الشابتر، حاجة كده في منتهى الجمال. وعلى فكرة أفكار كتيرة جدا هنقولها النهاردة كنا قلناها في السيميلاريتي، بس هنحلها بالطريقة بتاعت النهاردة اللي هي طريقة الـ Parallel Lines أو الـ Proportional Parts. إيه القصة دي بقى؟ بص يا سيدي، عندنا تيرم مهمة جدا عايزك تعرفها في الأول. أنا دلوقتي لو في عندي أي لاين انترسكت، او اللاين ده الاول يبقى بارلل للاين تاني جوه الترينج، وعمل ديفايدز للتو سايدز دول، ايه اللي يحصل؟ ديفايدز ذم انتو سيجمنتس هوز لينثز ار بروبورشن. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي الترينج اللي قدامك ده اي بي سي، وجينا عملنا كده الاي دي بارلل بي سي، يبقى انا اقدر اقول من غير سيميلاريتي بقى، كنا في السيميلاريتي بنقعد نقول الترينج الاي دي اي سيميلار للترينج الاي بي سي، وكنا بنقعد نقول مين على مين ايكو. لا هنا اسرع بقى، هتقول لي ايه؟ هتقول لي الاي دي على دي بي ايكوال الاي اي على اي سي، خلصت. او هتقول لي كده، هتقول لي الاي دي، طبعا الاي دي بره اللعبه خالص دلوقتي، يعني سيبك من الاي دي خالص، يبقى انت هتقول لي هنا، هتقول كده الاي دي مثلا على الدي بي ايكوال الاي اي على اي سي، او تقول الاي دي على اي بي ايكوال الاي اي على اي سي، السايد اللي تمسكه تخلصه. او ممكن تقول لي بي دي على بي اي، خد الكورسبوندنج السي اي على السي اي. ادي قصه ثيرم 1. طيب ممكن يبقوا بالمنظر ده، يعني لو عملت اكستنشن للسي اي والبي اي هلاقي ان الدي اي هنا، او تصايب بقى بس بارد للبي سي برضه. تبدا بالكومن بقى، عود نفسك ابدا بالكومن والسايد اللي تمسكه تخلصه، فهتقول لي اي اي اوفر الاي سي، ما تقولش اي بي، لا AE over الـ AC equals AD على AB. طب لو واحد قال الـ AC يبقى over good الـ AE equals AB over الـ AD. ادي القصة كلها. يبقى لو انا عندي الـ AD ده بارلل للـ BC، يبقى نقدر نقول الـ AD على DB equal الـ AE على AC. وممكن تقول اي اتنين proportional parts، مش لازم اشتغل بالسيميلاريتي خالص، يعني ممكن تقول الـ AD على AB، هتاخد الريشيو اللي هتخدمك ايكوالز اي اي على اي سي. طب انا لو قلت هنا اي اي على اي سي تقول لي اي دي على اي بي. طب لو قلنا مثلا اي اي او الاي اي عشان ما تلخبطش نفسك، اي اي على اي سي، يبقى تقول لي اي دي على دي بي. ده معناه ان لو انا عندي لاين درون بارلل تو وان سايد اوف ا ترينجل اند انترسكتس الاذر تو سايدز، ذن divides them into segments whose lengths are proportional. دي طريقة تافهة جدا من غير بقى ما تشتغل بالسيميلاريتي. أفكار، يلا. هنا مديك دول بارلل. إيه ده يا مستر؟ ده المسائل دي خدناها هي كوبي بيست. أيوه. ما هو خلي بالك إن منهج الماث بيخدم بعضه. فعشان كده أنا قلت في أول حلقة خالص أنا عايز الطالب اللي فاهم، مش عايز الطالب اللي حافظ. لأن الطالب اللي فاهم هيبدأ يطبق، لأن أنت في الامتحان مش هيقول لك دي تحلها بالسيميلاريتي ودي تحلها معرفش بالبروبورشناليتي، لا طبعًا. هيجيب لك سؤال اكزامبل زي اللي قدامك ده أو مسألة زي اللي قدامك دي. أنت بقى هتشتغل بالسيميلاريتي اتس أوكي. الأسرع اشتغل بالريشيو. السايدز بروبورشنال. أدام عندك الإي دي بارل للبي سي، نصيحتي. ابدأ باللي هو عايزه. ليه؟ ما أنا ممكن أحط أي ريشيو، أيوه صح، لكن ممكن ما تطلعش. يعني ممكن واحد مثلا يختار لي اي وطوي وتصعبها على نفسك، يعني هو عايز الاكس مش الاكس هنا، تقول لي سي اي على اي اي، الناحيه الثانيه بي دي على دي اي، خلصت. مش هتاخد منك وقت. يبقى سنس ان الاي دي بارل للبي سي، يبقى دير فور السي اي على اي اي ايكوالز البي دي على دي اي. اعمل انت كده. واحد يقول لي طب يا مستر، طب ما الاي دي على دي بي ايكوال الاي اي على اي سي وتطلع. ماشي، انا بثبت معاك طريقه. انت بقى دماغك حلوه ومصحصح معايا، ما عنديش مشكله. لكن لو مش واخد بالك ابدأ بالأنون الأول. دي نصيحة. طيب
يبقى انا هقول 3 على 5 ايكوال 6 على اكس ماينس 2. واحد تاني يقول لي لا، ده اكس ماينس 2 على 6 ايكوال 5 على 3. كلهم صح. وصلت؟ يبقى 3 على 5 ايكوال 6 على اكس ماينس 2. بالله عليك كده اسهل ولا السيميلاريتي؟ كده خلصت في خطوه. يبقى اكس ماينس 2 هتقول لي 5 باي 6 على 3. طب تطلع معاك ب 30 على 3 تبقى 10. طلع ال 2 بره يبقى الاكس ب 12. يبقى انا طلعت الاكس ب 12. خلاص خلصت. مساله كمان يلا. اهم حاجه هتاخد اللي يخدمك زي ما اتفقنا. الرسمه اللي قدامك دي هنا 10، هنا 20، هنا اكس سكوير، دي كلها 24. طبعا اهم حاجه يبقى الاي دي والبي سي بارلل لبعض عشان ابدا اطبق الثيرم. فانت هتقول لي سنس ان الاي دي ده بارلل لمين؟ للبي سي. اهو ادي الاي دي بارلل للبي سي. يبقى دي الفور مين اللي عايزه؟ انا عايز والله اكس سكوير. يبقى انت هتقول بي دي على دي ايه؟ عمرها ما تطلع معاك. هتضيع وقتك على الفاضي، تقعد تقول لي بقى اصل دي ايه يا مستر 24 ماينس اكس سكوير وتصعبها ليه؟ يبقى تقول لي بي دي على بي ايه؟ الناحيه الثانيه تقول لي سي اي برافو على سي اي، خلاص خلصت. يبقى انا هقول كده دير فور ان البي دي اللي انا عايزه على بي اي ايكوالز سي اي على سي اي، يعني اكس سكوير على 24 ايكوالز 10 اوفر سي اي كله اللي هو 30 يا باشمهندس. شيل الزيرو مع الزيرو او اعمل 24 في 10 على 30. تطلع في الاخر ايكوالز ايه؟ ايكوالز 8. انت كده طلعت مين؟ الاكس سكوير. خد بقى الروت تطلع الاكس بوزيتيف والنيجاتيف طول الطول. ايه ده بقى يا مستر؟ ايه بوزيتيف والنيجاتيف؟ ايوه يا حبيبي ما دي اكس سكوير. يعني لو انت كتبت هنا نيجاتيف طول الطول باور 2 بتوين براكت هتطلع معاك في الاخر ب 8. يبقى البوزيتيف معاك والنيجاتيف معاك، وانا نوهت عن الكلام ده الحلقه اللي فاتت. اللي ما كانش معانا بقى هتلاقيني سايب لك ان شاء الله لينك الحلقات اللي فاتت كلها سواء الجبرا او تريجنومتري او جيومتري في ديسكريبشن الحلقه. طيب هنا برضو طالب منك الاكس الاي دي والاي سي بارلل. الاكس هنا ده 15 اكس بلس 4 3. خلاص هتقول لي بقى اي دي على دي بي ايكوالز السي اي على اي بي. واحد تاني يقول لي لا ده البي اي على اي سي ايكوال البي دي على دي اي. يا سيدي حط اللي يعجبك. يبقى انت عندك الاي دي بارلل البي سي ابدا بيها عشان لو جات لك في الاي سي. يبقى دي الفور هتقول لي كده البي اي على اي سي ايكوالز مين بقى؟ البي دي على دي اي. يعني اكس بلس 4 على 3 ايكوالز 15 على اكس، ولا تشتغل بالسيميلاريتي ولا تصدع دماغك. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن. يبقى اكس في اكس باكس سكوير، اكس في 4 ب 4 اكس، 15 في 3 يبقى 45. طب ما اجيب ال 45 بالنيجاتيف، فاكتورايزيشن تطلع الاكس بنيجاتيف 9 والاكس في 5. هل ينفع الاكس بنيجاتيف 9؟ لا دي نيجاتيف 9، دي نيجاتيف 9، عفوا دي نيجاتيف 9. انك لما تعمل فاكتورايزيشن هتبقى اكس في اكس اللي هي الاكس سكوير 5 باي 9 45. لو اللاست بوزيتيف الكبير ياخد زي الميدل والثاني عكسه. طبعا ما ينفعش الاكس هنا بنيجاتيف 9، يبقى الاكس بنيجاتيف 9 ده ايه؟ ريفيوزد. يبقى الاكس بنيجاتيف 9 ده ريفيوزد. يبقى انت هتقول لي دير فور ان الاكس بتاعتك هتبقى 5. بس كده خلاص. يبقى انت كده حليت سؤالك. السؤال اللي بعد كده هنا طالب منك حاجتين. هنا طالب منك طبعا الاول تبقى عارف ان دي اي اكس واي السي بي بارلل لبعض. هو عايزك تجيب هنا الاي اي، الاي اي كله، فلازم اجيب الاي واي الاول، وعايز كمان نجيب الدي اكس. طيب بالراحه كده واحده واحده. انت هتبدا بمين؟ هم خلي بالك هم كلهم بارلل لبعض. انت عندك البي سي والاكس واي والدي اي بارلل لبعض، طبعا دول لازم تكتب لاين سيجمنت يعني. ابدا بقى مثلا بالترينجل ده. بس انت لو بدات بالترينجل ده مش هتعرف تجيب حاجه. ليه؟ لان انت ما عندكش الاي واي، وهنا ما عندكش ايه اكس كام ولا اكس دي، انت عندك الاي دي كله وعندك الاي واي، فتجيب من هنا اقل. لكن لو انت دخلت على الشكل الكبير ده اهو اللي هو ده اللي هو السي بي مع الاكس واي، هتقول لي ايه هنا؟ ركز بقى كده بالراحه. او تاخد الكبير، معلش ناخد السي اي اللي هو السي بي ده الاول مع الدي اي. ليه؟ لان انا هاخد ده 12 على 6 ايكوال الاي اي على 5. خلصت خلصت. يعني انا هاخد الاي بي ده على الاي دي ايكوالز مين؟ الاي سي على اي اي. يعني انا هقول كده 6 على 12 ايكوال 5 على اي اي كله. كده اقدر اجيب الاي اي اماينس منه ال 4، يبقى انا جبت الاي واي. خلي بالك. يبقى انا اعمل كروس مالتيبليكيشن، طبعا دي لاين سيجمنتس زي ما اتفقنا. يبقى الاي اي 5 تايمز 12 على 6 تطلع 10. انت كده جبت الاي اي كله ب 10. طب ده 4 يبقى الحته دي ب 6. خلي بالك. يبقى دي كده خلاص بقت 6. هرجع اقول برضو دولت بارلل لبعض.
اللي هو السي بي والاكس واي دول بارلل، او ممكن من الترينجل ده. ما هو عايزك تجيب مين؟ عايزك تجيب الدي اكس، عايز اجيب ده. يبقى انا هقول الدي اكس اللي انا عايزه، ابدا باللي انت عايزه. الترينجل بتاعك اسمه اي دي اي، انا عايز الدي اكس ده. يبقى الدي اكس على مين بقى؟ ما اقولش على اكس ايه، ما هو ده مش عندك. يبقى تقول الدي اكس على دي اي ايكوال الناحيه دي اي واي على اي اي. يبقى دي اكس على 12 ايكوالز 4 على 10 كروس مالتيبليكيشن، تطلع 30 48 على 10 يبقى 4.8. كده انت جبت الدي اكس ده السكند ريكوايرد وجبت الاي اي، يبقى انت كده خلصت مسالتك. يبقى انت دايما بتاخد الجيفن اللي يريحك، ما تاخدش الجيفن غلط. هو ازاي جيفن غلط؟ ما هو مش هيوصلك. يعني انا الاول جبت مين؟ جبت الاي اي. جبت الاي اي ده منين؟ قلت كده ان الاي بي على اي دي يعني 6 على 12 ايكوالز اي سي 5 على اي اي كله. عملنا كروس مالتيبليكيشن طلعنا الاي اي. دخلنا على الترينجل ده، انا عايز الدي اكس، يبقى دي اكس على دي اي، هنا اي واي على اي اي، يبقى دي اكس على 12 ايكوال الاي واي على 10 كروس مالتيبليكيشن، طبعا الاي واي اللي هو 4 يعني. طلعنا الدي اكس في الاخر ب 4.8. يبقى انت بتاخد الريشيو الاسهل بالنسبه لك. الرسمه اللي قدامك دي هو بيقول لك هنا اي بي سي دي از ا كوادريلاترال، هو كده بيتكلم على الكواد الكبير اللي قدامك اي بي سي دي. هنا الاكس واي بارلل للبي سي، وهنا الزد واي بارلل للدي سي. الراجل ده بيقول لك بروف ان الاكس واي الاسود ده بارلل للبي دي. تسال نفسك دايما في الجيومتري بالذات في مسائل البروف، امتى الاكس زد والبي دي يبقوا بارلل لبعض؟ والله لو الاي اكس على اكس بي ايكوال الاي زد على زد دي، يبقوا الاثنين دول البرد اللي بعض. طب وانا هقعد ادور عليها ازاي؟ اشتغل الاول في الترينجل الاولاني اللي هو الترينجل اي بي سي ده. عندك الاكس واي ده برد للبي سي، دي اول حاجه ابدا بيها، سنس ان الاكس واي برد للبي سي. يبقى انا هقول الاي اكس على اكس بي ايكوال الاي واي على واي سي، وتسمي دي نمبر 1. يبقى انا هقول كده الاي اكس على اكس بي ايكوال الاي واي على واي سي. طبعا سيميلاري بقى الترينجل الثاني اللي هو الاي دي سي، هتقول لي سنس ان زد واي بارلل للسي دي برضو. ادي الواي زد والسي دي بارلل لبعض، يبقى انت هتقول لي مين بقى؟ اي زد على زد دي ايكوالز اي واي اولسو اوفر واي سي. الله، دي نمبر 2. من 1 و2 لو انت خدت بالك اي واي على واي سي زي اي واي على واي سي اهي، دول زي بعض، خدت بالك؟ تاني اهو، بص كده اي واي على واي سي، اي واي على واي سي. هنا رايت هاند سايد ايكوالز، يبقى الليفت هاند سايد ايكوالز، يبقى اي اكس على اكس بي ايكوال اي زد على زد دي. راجع الكلام ده على الرسم، اي اكس ده على اكس بي ايكوال اي زد على زد دي. طب ما خلاص، يبقى الاكس زد والبي دي بارلل لبعض. دايما تخلي بالك بقى من الحاجات اللي زي دي اللي هي اند فايس فيرسا، ما هم لو بارلل يبقى السايدز بروبورشنالي. طب لو هم مش بارلل، لو العكس بقى، لو هم سيم ريشيو، خلاص ما يبقوا بارلل وخلاص. يبقى انت كده خلصت سؤالك، يا رب تكون وضحت. نخش على اللي بعد كده. طيب السؤال اللي قدامك ده هو طالب منك ايه؟ هو بيقول لك هنا ان طبعا الاي بي والدي اي بارلل لبعض، والدي اف والاي اي بارلل لبعض. بروف ذات ان السي اي سكوير ده، علم كده عليه، ايكوالز مين؟ ايكوالز السي اف ده اهو في مين؟ في السي بي كله. اسهل مسائل ممكن تيجي لك هي مسائل البروف. تقول ازاي يا مستر؟ في حد في الدنيا بيحب مسائل البروف؟ ما انا هقول لك خلي بالك. ليه؟ لان هو بيحدد اللي هو عايزه. يعني هو دلوقتي بيقول لك سي اف علم على السي اف، سي اي علم على السي اي، سي بي علم على السي بي. يبقى وانت بتكتب الريشيوز اللي انت معلم عليهم دول لازم تكتبهم وانت بتحل. طب ابدا باي تو بارلل لاينز؟ انا هبدا مثلا بالدي اي والاي بي، ادي الدي اي والاي بي اهو. يبقى انت هتقول لي سي اي، ما تقولش بقى على اي بي، ما انت مش عايزها، ما هي مش غلط بس مش طالبها منك. يبقى انت عندك الدي اي والاي بي، يبقى ديرفور السي اي اوفر السي بي ايكوالز الكورسبوندنج بقى الناحيه الثانيه السي دي، برافو، على سي اي. جميل، يبقى سي اي على سي بي كول سي دي على سي اي، سميها 1. خش على الاثنين الثانيين اللي هو مين بقى المره دي؟ الدي اف والاي اي، دول كده بارل لبعض. خد نفس الريشيو، يبقى هو السي اف على سي اي كول السي دي على سي اي برضو اهو. خلصت المساله، يبقى سي اف على سي اي، هنا سي دي على سي اي، ادي نمبر 2. لو خدت بالك يا باشمهندس هتلاقي سي دي على سي اي هنا وسي دي على سي اي هنا. طب ما الرايت قد الرايت، يبقى الليفت قد الليفت. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، اكتب سي اي على سي بي ايكوال سي اف على سي اي.
سي اي في سي اي يبقى سي اي سكوير، سي اف في سي بي قدامك اهي، يبقى انت كده خلصت سؤالك. حاجه في منتهى الجمال. طيب مسائل البروف اتعامل زي ما بتكلم معاك كده عشان تسهل الموضوع دايما عليك. طيب السؤال اللي قدامك ده هنا برضو سؤال احنا لسه قايلينه قايلينه حالا دلوقتي، انا هقوله اورال بقى وعايزك انت تكتب الستبس مع نفسك. لسه شرحنا من شويه، هنا الاكس واي والاي دي بارلل والواي زد والسي دي بارلل، اثبت لي ان الاكس زد والاي سي، ما لسه قايلين حالا ادام دول بارلل لبعض يبقى بي اكس على اكس اي ايكوال البي واي على واي دي. خش على الترينجل الثاني، الواي زد والسي دي بارلل يبقى البي زد على زد سي برضه ايكوال البي واي على واي دي. طب ما البي واي على واي دي كومن، يبقى البي اكس على اكس اي ايكوال البي زد على زد سي، يبقى دول بارلل لبعض، يبقى انت كده خلصت سؤال لسه قايلينها حالا. طيب الرسمه دي طبعا هنا مدي لك يعني شكل ممكن يزعلك، انا مش عايز حاجه تزعلك لان مفيش حاجه تقدر تزعلك اصلا. ازعل ليه؟ عارف الرول وعارف بطبق ازاي. ده 2.5 3.5 3 4.2 وطبعا الاكس زد والبي سي بارلل لبعض، بس اثبت لي انت بقى ان الاكس واي ده بارلل للدي بي. سهله، ادي الاكس واي وادي البي دي، انت تجيب الاي اكس على اكس بي الاول كده، تجيب الاي اكس كده على اكس بي، شوف هيطلع معاك بايه، وبعدين ترجع تجيب لي الاي واي على واي دي، هات الاي واي على واي دي. يلا يا سيدي، الاي اكس عندك الاي اكس ب 3، الاكس بي فين 4.2، بس كده خلاص. اعمل يا سيدي سمبليفاي، اعمل 3 ديفايدد 4.2 تطلع معاك كام؟ 5 اوفر 7. اكتب لي هنا 5 اوفر 7. طب الثاني الاي واي على واي دي، الاي واي عندك 2.5، فين بقى الواي دي 3.5؟ اعمل ديفايدد باي 5 برضه وشيل الديسمال 0.5 على 7. تقول لي بقى سنس كده ان الاي اكس على اكس بي ايكوالز الاي واي على واي دي، يبقى دير فور تقدر تقول لي ان الاكس واي بارلل للبي دي، وطبعا ده يبقى الفيرست ريكوايرد. طيب السكند ريكوايرد هو طالب منك ايه؟ هو عايزك تثبت لي برضو ان الواي زد ده بارلل لمين. انت كده خلاص ثبتت ان دول بارلل لبعض، اللي هو الاكس واي ده والبي دي دول بارلل لبعض. هو عايزك تثبت ان الواي زد برضو والدي سي بارلل. طيب ما هو عشان الواي زد والسي دي يبقوا بارلل لازم الاي واي على واي دي ايكوالز، ها تمام، الاي زد انا عايز مين يا جماعه؟ انا عايز الواي زد ده عشان ما تتوهش، والدي زد ده والدي سي، يبقى لازم تثبت ان الاي واي على واي دي ايكوال الاي زد على زد سي. طب ما انت عندك اصلا دول بارلل لبعض، انا عندي سنس ان الاكس زد ده بارلل للبي سي، يبقى السايدز هنا بروبورشنال. يبقى انت هتقول لي اي اكس على اكس بي او اي اكس على اكس بي ايكوالز الاي زد على زد سي، اي زد على زد سي. طب ما هو اي اكس على اكس بي انت لسه جايبه اصلا كان 5 على 7 اهو، اي اكس على اكس بي 5 على 7 خلصت. وانت عندك سنس ان الاي واي على واي دي هو كمان 5 على 7، يعني سنس اهو لازم تكتبها بنفس الطريقه كده ان الاي واي على واي دي برده 5 على 7، يبقى دير فور الاثنين 5 على 7، يعني الاي واي على واي دي ادي الاي واي اوفر الواي دي ايكوالز اي زي على زي سي، يبقى ده على ده ايكوال ده على ده، يبقى الواي زد بارلل لمين؟ للسي دي. يبقى انت كده خلصت السكند ريكوايرد. يا رب تكون وضحت. ادي افكار كتيره على الجزء ده. طيب نخش بقى على الجزء الثاني من حلقه النهارده اللي هو ازاي نشتغل بقى على مين؟ الام سي كيو كويستشنز. يلا مع بعض كده، احنا شغالين في يونت 4 يا اولاد، وده اول ليسون عندنا في يونت 4. يلا نطبق مع بعض اللي احنا فهمناه على الافكار اللي قدامك. طبعا هنا دول بارلل لبعض، ده 2 ده 3 ده 3، هو عايز السي اي، سهله بقى ولا سيميلاريتي ولا غيره. ادام دول بارلل يبقى 2 على 3 ايكوال 3 على اي سي، اهو يبقى 2 على 3 ايكوال 3 على اي سي، خلاص خلصت. يبقى الاي سي اعمل 3 باي 3 على 2 هتطلع طبعا 4.5، يبقى انت هتختار لي نمبر دي. اللي بعده نمبر 9، هنا برده مدي لك ده 6 3 4، دول بارلل لبعض، هو طالب الاي سي، خلاص يبقى انت تبدا باللي هو عايزه. ادام دول بارلل السايد اللي تمسكه تخلصه، يبقى الاي سي على 6، ادي الاي سي على 6 اهو ايكوالز من الكورسبوندنج للاي سي، اوعى تقول لي 4 يا مسطول، تقول لي 3 على 4. اي سي على اي على سي اي ايكوال اي دي، سوري الاي سي على سي اي ايكوال السي دي على سي بي، اي سي على 6 ايكوال 3 على 4. يبقى الاي سي اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن 3 باي 6 على 4 تطلع تقريبا برضه 4.5، يبقى انت هتختار لي نمبر سي 4.5 8 سنتيمتر.
طيب السؤال اللي بعد كده مدي لك فكرة حلوة قوي، هو بيقول لك ان البي سي والدي اي بارلل. طبعا هم عشان بارلل، هل بقى البي دي اي سي ده يبقى يعني سايكليك؟ اكيد طبعا لا. وسايكليك منين؟ ده ترابيزيوم اصلا. هتقول يا مستر طب ما هو الترابيزيوم ممكن يبقى سايكليك؟ لا، ده الايسوسيلس ترابيزيوم هو اللي سايكليك، لكن السايكليك يبقى يبقى ترابيزيوم؟ لا، لازم يبقى ايسوسيلس ترابيزيوم. طب هل الاي بي سي ده A B C similar لل A D E؟ اه طبعا A B C اه similar لل A D E. ايوه الكلام ده قلناه قبل كده طبعا، الكلام ده يبقى دي صح. طب هل ال A B على B D، هل ال A B على B D equal؟ بص كده ال A B على B D ده يبقى equal B C على D E. يعني انت لو قلت A B مثلا اهو، ادي A B، المفروض ال A B، ال A B على B D هتبقى equal ال B C على، لا خلي بالك انت لو هتدخل السايد ده معاك يبقى تاخد الصغير على الكبير. بص يا جماعه ودي ليك انت عشان هتحتاجها ان شاء الله في ثالثه ثانوي. الاي بي على اي دي هي نفسها الاي سي على اي اي، هي نفسها البي سي على بي اي. لكن ما تقولش الاي بي على بي سي ايكوال بي سي على بي على دي اي، غلط طبعا، يبقى دي غلط. هل الاي بي في الاي دي، الاي بي ده في الاي دي هو مش المفروض تايمز، المفروض ديفايد، يبقى دي غلط برضه. يبقى طبعا هما سيميلر هنا نمبر بي. تقول لي ايه اللي جاب السيميلاريتي هنا؟ المنهج مترابط يا شباب. طيب هنا مديك ده 4 ده كله 9 يبقى ده 5 ده كله 13.5. هو طالب الاي اي ده، خد الجيفن يا ابني اللي تريحك، ادام دول بارلل ما تشتغلش بالسيميلاريتي. يبقى الاي اي على مين؟ على الاي سي كله 13.5. مين قدامه؟ الاي اي اوبوزيتلي 5، خد ال 5 على الاي بي اللي هو 9. يبقى تعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، معنا طبعا الكالكوليتر اضرب 5 في 13.5، الكلام ده اوفر 9، تطلع تقريبا 7.5 سنتيمتر. يبقى انا هختار نمبر دي. نمبر 12 هنا بيقول لك ايه؟ اه نمبر 12 ده سؤال مهم. هنا الاكس واي بارل للبي سي، وبيقول لك ان الاي اكس بلس اي واي على اي بي بلس اي سي 3 على 5، يبقى الاي اكس ده بكام؟ السؤال ده جميل جدا 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 جدا. اولا الناس اللي هم بيحبوا يشتغلوا بدماغهم يقول لك اصل الاكس بي بي 3، مستحيل طبعا الاي اكس يبقى بي 3. ليه؟ لانه اصلا الاي اكس اكبر من الاكس بي في الرسم، هو دايما بيرسم صح، مش بيرسم زي حضرتك بلموطي كده، لا هو بيشتغل صح. يبقى هل، طب هل الاي اكس ده دبل الاكس بي؟ لا طبعا، ده مش قدام مرتين ابدا حتى بالعين كده بالنظر حتى. يبقى الاي اكس يا 4 يا 4.5. انتوا بتشتغلوا حادي بادي بقى، ما ينفعش يا جماعه، انا عايزك فاهم يا بابا، يعني اتعب معلش في اولى وثانيه عشان ترتاح في ثالثه. يا سيدي حتى لو مش هتكمل علم رياضه، لو دخلت مجال في الطب ولا في الصيدله ولا في الاسنان ولا في العلاج، ربنا يوفقكم طبعا كلكم يا شباب. الماث بيفتح لك مدارك كتير جدا في العقل، بيخليك تعرف تفكر كويس قوي، مش في الماث بس، في اي حاجه في مجالات حياتك. طب انا هنا هشتغل ازاي؟ طب ابدا باللي انا عارفه. احنا قلنا طبعا نبدا بمين؟ بالجيفن بتاعنا. مين الجيفن بتاعنا؟ يا سيدي انت عندك الاكس واي والبي سي بارلل، يبقى انت هتقول لي 3 على اكس اي، اه 3 على اكس اي ايكوالز مين؟ سي واي، ادي سي واي اهو على واي اي، صح الكلام كده؟ اه. طب وبعدين؟ ما هو كده احنا ما وصلناش لحاجه. هو مديني اصلا هنا ان اي اكس بلس اي واي، طب ما هو اي اكس، بص يا جماعه يعني في ريشيو اصلا بتقول ان الاي اكس اساسا على الاكس بي ايكوالز الاي واي على واي سي، صح كده؟ طب ما انا لو عملت ادينج هيبقى اي واحده من دول هتبقى ايكوالز 3 على 5. يعني انا لو قلت كده اي اكس على اي واي، اعمل كده ادينج كده، يبقى اي اكس اهو بلس الاي واي على اكس بي بلس الواي سي، الكلام ده يبقى ايكوالز ايه؟ هنا بقى هتقف بقى. فعشان كده انا هديك طريقه سهله عشان ما تقفش بالمنظر ده. هتقول لي يا مستر طب انا اعمل ايه في الادينج؟ بص يا حبيبي، اول حاجه ابدا بالريشيو بتاعتك. ايه هي الريشيو؟ ادام دول بارلل لبعض يبقى انت هتقول لي اي اكس على اي بي، انا باخد الريشيو اللي هو مديها لك، اي اكس اهو على اي بي ايكوالز مين؟ هتقول لي اي واي على اي سي، بمنتهى البساطه كده اهو. عرفت منين الريشيو دي هي اللي صح من الجيفن؟ طب وبعدين؟ اعمل ادينج زي ما هو عامل ادينج كده، يبقى اي اكس بلس الاي واي على الاي بي بلس الاي سي، الكلام ده طبعا يبقى ايكوال 3 على ايه؟ على 5. طب ما دي برضه تبقى ايكوال 3 على 5، ما نفس الريشيو. يبقى انا هفرض ان الاي اكس ده
ب 3 ال مثلا، يبقى الاي اكس ده كده ب 3 ال، يعني ده كده ب 3 ال اهو، والاي بي كله ب 5 ال، الاي بي كله 5 ال، يبقى ده 2 ال مثلا. واجيب بقى الريشيو بتاعتك، خلاص خلصت. يبقى الاي اكس اللي انت عايزه بقى يبقى 3، هو عايز الاي اكس يبقى 3 على اي اكس ايكوالز مين؟ 2 ال على 3 ال، 2 ال على 3 ال. شيل ال مع ال، شيل ال ال دي مع ال ال دي، يبقى الاي اكس اعمل بقى 3 باي 3 على 2 هيطلع 4.5. يبقى انت هتختار لي نمبر سي، مسألة من المسائل المهمة، نمبر 13 يا ابطال. نمبر 13 هنا بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر، طبعا ده اكس سكوير، دي سهلة بقى، ده 10 ده 20 ده 24. هو طالب منك الاكس، يبقى تاخد اللي هو عايزه، ادام دول بارلل يبقى اكس سكوير على 24، ادي اكس سكوير على 24 من هناك. الاكس البي دي اللي هو الاكس سكوير يبقى كورسبوندنج لل 10 اللي هو الاي سي، يبقى تاخد 10. انت خدت هنا بي ايه، يبقى تاخد ده كله اللي هو 30، لسه عاملها من شويه. يبقى الاكس سكوير اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، هتعمل 10 باي 24 على 30 يطلع ب 8. خد السكوير روت قلنا بوزيتيف اور نيجاتيف تو روت 2، ليه؟ لان دي اكس سكوير، انا بحلها لك تاني للمره التانيه. نمبر 14 هنا بيقول ايه يا ابطال؟ هنا طبعا مديك، خلي بالك دول قد بعض. طبعا لما يبقى دول قد بعض افرض دي يا سيدي ال ودي ال، بس عشان تريح الدنيا. هو ما عايزك تجيب الاي سي، طيب ما انا لازم اجيب ال. طب ما هو دول بارلل، يبقى تقول لي ال على 12، ادي ال على 12 ايكوالز 3 على ايه؟ على ال اهو، اي واي على واي سي ايكوالز اي اكس على اكس بي. يبقى ال سكوير، ال سكوير يبقى 36 باي تيكنج السكوير روت البوث، يبقى ال ب 6. طبعا ال دي ده ب 6 ودي خلاص ب 6، هو عايز مين؟ هو عايز الاي سي كله، يبقى 6 و12 يبقوا طبعا 18. يبقى انت هتختار لي نمبر سي. هنا بقى مديك اكس واي وزد ودول بارلل، هو عايز الريليشن اللي بين الاكس والواي والزد. طيب ما هم اساسا دول بارلل لبعض، يبقى اكس بلس واي على 2، اكتب كده اكس بلس واي على 2 ايكوالز مين؟ اكس بلس واي بلس زد على 3، اكس بلس واي بلس زي الكلام ده على 3. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى هنا في 2 اكس و2 واي و2 زد، وهنا في 3 اكس وهنا في 3 واي، 3 اكس بلس 3 واي. هو عايز الزي الواحده، خلاص طلع دول بره، يبقى 2 زي ايكوال 3 اكس ماينس 2 اكس يبقى اكس، 3 واي ماينس 2 واي يبقى واي. اعمل ديفيجن 2، يبقى اكس بلس واي على 2 هي دي الزي، فين الكلام ده اهي؟ يبقى انا هختار طبعا نمبر بي. نمبر 16 بيقول لك ايه؟ طبعا دول بارد لبعض، هو عايز 2 اكس بلس واي، بس هنا بيقول لك بقى ايه؟ الام دي هي البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز، يبقى حضرتك لازم تعمل داش دي لاين هنا كده بايدك الجميله كده اهو، وطبعا تبقى هنا الريشيو 2 تو 1 خدناها قبل كده، ان البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز ديفايدز الميديان باي ذا ريشيو 2 تو 1 من الفيرتكس و1 تو 2 من البيس. هو عايز الريليشن بقى 2 اكس بلس واي دي ايكوالز ايه؟ خلاص سهله بقى، يبقى انا هقول 2 اكس بلس 6 على 4 ايكوالز مين؟ ايكوالز 2 على 1، ما هو دول بارلل لبعض، يبقى 2 اكس على جنب كده اهو، 2 اكس بلس 6 الكلام ده على 4 ايكوالز 2 على 1. اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 2 اكس بلس 6 هتبقى ب 8، يبقى 2 اكس هتبقى ب 2، يبقى الاكس بتاعتك تبقى ب 1، ادي اول واحده. بنفس الطريقه برضو واي بلس 3 على 2 ايكوال واي على 1، ليه؟ لان دول بارلل لبعض، ما هو دول اكستنشن عادي، يبقى واي بلس 3 over y equals 2 also over 1 cross multiplication هيبقى 2y equals y plus 3 يبقى ال y ب 3. كده انت جبت ال x وال y، عوض بقى هنا، يبقى 2 by 1 ال y عندك ب 3، طبعا الكلام ده يطلع ب 5. يبقى انا هختار نمبر دي. ادي سؤال تاني اللي بعد كده، دي مساله من المسائل الجميله جدا اللي موجوده عندك. هنا بيقول ايه؟ انا عايزك بقى تركز كويس قوي في اللي هقوله. هو بيقول لك هنا ان الدي اي والبي سي كله او الاف بي ما كلهم بارلل لبعض، الاريا بتاع الترينجل ده ب 9 والترينجل اللي هو سي اف اي ده ب 16. هو كده مديك اريتين، ده ب 16 اللي هو الاف اي سي اهو، ومديك الاريا اوف اي اي سي ده كده ب 9 اللي هو ده، اسف ده اللي ب 9 ده 9 ده 16، ومدي لك الاي بي ده 15، ده كله على بعضه كده 15. انا عايز اعرف الاي دي ده بكام. بصوا بقى كده يا جماعه، ركزوا لو سمحتوا واحده واحده، ليهم نفس الفيرتكس، يبقى اكيد الاثنين ليهم نفس الهايت، يبقى الريشيو بتوين الاريا
برافو يا بنتي، هي نفسها الريشيو بتوين البيس. يعني انا هقول الاريا اوف تريانجل اللي هو الاي اي سي ده، اللي هو الاي اي سي على الاريا اوف تريانجل، انا قلت اي اي سي الثاني اف سي اي او سي اف اي ايكوالز مين؟ هقول الاي اي على اف اي، الاي اللي هو البيس اللي هو الاي اي على اف اي، بس كده خلاص. طيب انا دلوقتي عندي الاريا، مديني الاريا اللي هي 9 والاريا الثانيه ب 16. حلو قوي الكلام ده. يبقى انا اقدر اقول بقى ان الاي دي، خلي بالك ما انا عندي اصلا الاي اي على اف اي ايكوال الاي دي على دي بي، او انا اقدر اقول بمنتهى البساطه ان الاي دي على 15، ادي الاي دي اهو على 15 لان انا طالب طبعا الاي دي وانا عندي الاي بي كله، ايكوال الاي اي على اي اف، ايكوال الاي اي على اي اف اللي هي 9 اوفر 16. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن تبقى 9 باي 15 على 16. تمام. تاني الاريا اوف تريانجل سي اف اي، تاني يا جماعه معلش عشان الحته دي مهمه جدا، تاني بالراحه كده. يبقى الاي دي، انا قلت الاي دي ما اعرفوش، على الاي بي، الاي بي كله كام؟ هتبقى 15 ايكوال الاي اي على اي اف. طب ما هو الاي اي، ما هو ده خلي بالك الريشيو بتاع دي 9 تو 16 برضه، يبقى الاي اي ب 9، يبقى الاي اف كله 25، انا كاتبين 16 ليه؟ خلاص يبقى دي 25. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، سؤالي خلص خلاص، يبقى هنا 25 وهنا 25. اعمل بقى سمبليفاي 9 باي 15 على 25 هيطلع تقريبا 54 ولا كام؟ تقريبا 5.4، تقريبا 5.4 سنتيمتر، هو ده الاي دي وانا اختار نمبر بي. على فكره سؤال مهم وهشرحه بهدوء تاني. انت عندك الاريا الترينجل اي سي اي ب 9، اي سي اف 16، الاي دي او الاي دي برد للبي سي كله، وعندك الاي بي 15، انا طالب اللينث اوف اي دي، انا بدات بالاريا، ادام ليهم نفس الفيرتكس يبقى الريشيو بينهم هي الريشيو بتوين التو بيسز. يبقى انا اقول الاريا اوف ترانجل سي اي اي على الاريا اوف ترانجل سي اف اي ايكوال 9 اوفر 16 برضه، اللي هي اي اي على اف اي. طب ما انا عندي دول بردل، انا عندي الاي دي على الاي بي ايكوال الاي اي على الاي اف، يبقى اي دي على 15 ايكوال الاي اي اللي هو 9 على الاي اف كله اللي هو 25. كروس مالتيبليكيشن تطلع في الاخر 5.4 سنتيمتر. كده يا جماعه احنا خلصنا اول ليسون عندنا في تشابتر 4 في منهج الجيومتري. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هناخد طبعا دروس ثانيه، نبدا بقى ناخد طاليس ثيرم، وطاليس ثيرم تقريبا شبه اللي احنا قلناه في حلقه النهارده، بس طبعا حلقه مهمه، عايزكم بقى تتابعوني الفتره اللي جايه عشان ان شاء الله هننجز في الحلقات زي ما اتفقنا، عشان نخلص المنهج ونبدأ نعمل إن شاء الله مراجعات كويسة. تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.